مناظر إعلامية منها ما هو وطني ومنها ما هو عربي، وعلى رأسهم جريدة الأسبوعية المغربية جريدة الإصلاح والتنمية. لكن اكتشف أستاذ زكريا بأن متابعته لبعض الجرائد التي كان ينشر بها، وكان له فضل في أن تكون لها صفحات إبداعية ثقافية، وجد نفسه يستنزف الكثير من الوقت ومن الطاقة على حساب عمله الإبداعي الروائي الأول، رواية جرنار. رواية جرنار لها قصة فريدة، وبعد إتمامها تقدم بها إلى وزارة الثقافة من أجل الدعم في إطار الدعم الذي تخصصه الوزارة لشتى المجالات الفنية والإبداعية. وبعد انتظار طال لمدة 7 أشهر كان الجواب صادما، إنه الرفض. تم رفض الرواية. ومن حسن الصدف أن الرواية وقعت بين يدي أحد الأطر بالوزارة، وكان له أن رأى فيها إبداعا رائعا، فطلب منه أن ينتقل عنده إلى مدينة الرباط. وهنا في هذا اللقاء أكد هذا الشخص للأستاذ زكريا أن عمله الإبداعي عمل رائع يتصف بجميع المقومات العملية الإبداعية في مجال الرواية. واقترح عليه بعد أن نبهه إلى أن لا يكون ربط الرواية على مستوى دعم وزاري إحباطا له، فوجهه إلى جائزة أكبر، أي الجائزة العربية لإبداع الكتاب بالشرق. وبالفعل تقدم الأستاذ زكريا بإبداعه الروائي هذا، وحاز على المرتبة الثانية لأول مرة بهذه الرواية، رواية جرنار. بعد هذا الاعتراف الذي أتى من الخارج وليس من المغرب، ونحن نعرف جيدا ما يقع في المغرب على عدة مستويات إبداعية وفنية في الاعتراف حتى يعترف بنا الآخرون لنعترف نحن بأنفسنا. هنا سأذكر مجموعة من التنويهات والجوائز التي توج بها الأستاذ زكريا على عدة أعمال إبداعية أدبية، سواء في مجال القصة القصيرة أو مجال الرواية أو مجال المسرح. وهكذا حصل على جائزة إبداع برسم دورة 2007 لجوائز ناجي الأعمال الأدبية فرع الشهر، كما حاز على جائزة قصص على الهواء العربي للبي بي سي العربية. فاز أيضا بالمركز الثاني في الدورة 11 لجائزة الشارقة للإبداع العربي فرع الرواية، وهي الرواية التي تحدثنا عنها، رواية جرنار. وكان له أيضا تنويه خاص من لجنة التحكيم جائزة كتاب عابرون من المغرب للقصة القصيرة.
والتنويه أول من أمانة جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها 12 فرع المسرح الخاص بالكبار. والتنويه أول من أمانة جائزة الهيئة العربية للمسرح في دورتها 12 فرع المسرح الكبار، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح في دورتها 4 فرع المسرح. ومؤخرا وليس أخيرا، خلال شهر فبراير من سنة 2014 وضمن 91 عملا مسرحيا قدم إلى هذه المسابقة من جميع أنحاء العالم، حصل على المركز الأول في الدورة 4 لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي فرع المسرح، وذلك عن مسرحيته الأخيرة مسرحية موسم العودة من الشمال. من خلال هذا ربما يجي الخير من بعد
احسن ما تعد احنا ما ابغاش ولكن لانك الاخر قرر يتقاسم ما احس او منا فعلا لك يسقيها بدات في الجوار بدات حيوانات شرسه كما يقولوا ذئاب بدات كتطول جار قاسي اسمه قاسي جاء واحد البندقيه كانت عنده اجل حراسه اخر اقترح لي قال لي نجيبو كامل حرسنا قال لي غادي تجيب لينا كامل نقسمو معاك هو الماء ما وخصنا نقلبو ليه ليا هو اللي البندقيه ديالي كافيه الا انه ما انتبهش ان البندقيه صديق كسول ينام ملي كينام مول البندقيه يعني انه خصو يبقى مستيقظ باش يحرس نفسو ملي تعب بزاف في الحراسه فكر قال نجيب كامل جاب وكان الاقتراح ديالو انافي قال لي شوف دابا هذاك الملك اللي كتعطي هذيك الشتله ديال الزيتون باش تدير شويه وداك الشيء غادي نقطع غادي تقطعوا على الزيتون على هذيك الشتله وغادي تعطيه الكل الاخر ما ثاني الحل ماشي هو قال لي لا انا كنقسم مع الزيتونه مع الشتله كنقسم مع الماء ديالي تقسم مع الكلب الماء ديالي هو تعاون هو بدا مني منك بعد الاستاذ